ويعرفون قصة وعادة حليمة لعادتها القديمة؟ عطناها. ترى هذه من ضمن القصص اللي فيها تحتاج تستشير. ادلو بدلول حليمة هذه من زوجته، زوجة حاتم الطائي. حاتم الطائي أكرم العرب، معروف. زوجته عكسه، عكس حاتم. ما تبي يعني هو من قل يعطي يد، حتى خيله آخر شيء بقى عنده، خيله ذبحها للضيف. هي تعيي واللي أطبخت ما تكرم بالطبخ، مثل من الزيت من ما ترهي على الطبخ. الله من خبث يا أخي، ملايح حول. هي من حاجة، هي مو شحاحة، هي تبي من حاجة، تبي تقصد. يعني حالتها مرة ضعيفة، وحاتم طيب بزيادة، يعني بكل ما جاء شيء. المهم جاه وقال له، قال اسمعي يا حليمة، هذا قبل الإسلام طبعا، قال كل ما زدتي بالشيء وكرمتيه ترى عمرك يطول، عمرك يطول. هي تحب نفسها وبترهي، يمكن الزيوت هذا اللي نص الجدر هذا بتذبح حمدي، وكل شيء تحطه على كبره. يقول هو يتوفى حد عياله، توفى حد عياله وكرهت العيشة، ما عاد تبي تعيش، تبي تموت. رجعت تقلل، تبيع مرايك رجعت تقلل. عادت حليمة العادة القديمة. سبحان الله، يقال في الفرس اللي تقول أنت أكرم فيها الضيوف، قال أن الضيوف هذول جو ومستحي منهم، عندهم عادة ثلاث أيام ما يكلم ضيوفه، وأكرمهم بهذا الفرس. يوم عقب وش عندكم؟ قال جينا نشتري الفرس اللي عندك. ما أدرى أنه هذه مقولة قيلت عنها، لكن ما أدري عن صحتها. حاتم الكرم قد فاز به الله، حاتم الطيب.